هنا دفن النازح بر محمد علي طفله الذي لم يكد يبصر النور إثر ولادة مبكرة يوم الاثنين الماضي، بعدما رفض مستشفى سيدة السلام للراهبات الأنطونيات في القبيات وضع الرضيع في الحاضنة قبل دفع 500 دولار أمريكي بحسب رواية الأب. الولد كان صحته منيحة وتمام، شافته أمه لما ولدت حطوه تقريبا أعتقد حدا شي ساعة، يعني حتى بدون ما يغسلوه بدون أي شيء، والولد عم يبكي وعال عال، يعني صحته دقات قلبه كانت منيحة. هم بعد شي ساعة قال بده يحطوه بالحضانة، قال بدك تدبر مبلغ 500 دولار. قلنا لهم طيب انه حطوه، هلا المبلغ 500 ما موجود، حطوه بالحضانة لنروح نأمن نحن المبلغ هذا وبعدين بيجي بدفع لكم اياه. قال لا، هاي الورقة اعطونا اياها، الولد ما بنحط بالحضانة لحتى يندفع المبلغ. حتى الممرضة يعني وقت اللي جابت انه الولد مثلا والولد ميت بايده، انا ماني عرفان، قالت جبت مصاري، قلت لها شو المصاري بدك اياهم، صارت عيط علي، قالت لي ادفع مصاري بالاول حتى اقول لك، قلت لها عمي المصاري موجودين دينتهم وجبتهم، شو المبلغ لشو؟ قالت لي مشان تكفي تكلفه الولاده، قلت لها وين الحضانه؟ قالت لي خلص ما عاد في داعي لحتى انه تدفع للصندوق، قلت لها ان شاء الله الولد صحته صارت منيحه، قالت لي لا الولد مات. يعني فهن مرضوا يحطوه بالحضانه بس كرمال مبلغ ال 500 دولار. لمستشفى سيدة السلام في القبيات رد آخر ممزوج باستياء من أعطاء هذا الموضوع كثيرا من الأهمية. بالرابور اللي أنتو كاتبينه إيه؟ مكتوب أنه بده شهر عناية. لا هني الأمم مع إختي بس هيدا تيعطونا موافقة عطول بيطلبوا منا بالرابور الدورين ويان بالسجور، مش معناتها الطفل هيدا هلا هن معلقين على 500 دولار. قبل ال 500 دولار ما حدا طالب منه 500 دولار، اشتغلنا بالولد قبل ما يجي ال 500 دولار حتى قبل ما عنده ورق الدخول اصلا. بابا لي هالقد هيدا مكبرين خبري بوقت انا بقول لك في كثير حالات لازم تلقوا النظر عليها هيدا. توفى وقصه مثيره انه اذا مستشفى مش قبلاني تحطه بالحاضنه كرمال. لا يا قلبي توفى لعلمك يا حبيبي توفى بالعنايه، وانا شخصيا كنت عم باخذه على الانضباط، انا شخصيا كنت عم بقول له لهيدا. لا يا قلبي لا ضميرها بارتاحت كم هالطفل. وزارة الصحة لجأت إلى إصدار بيان بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الرضيع في مستشفى سيدة السلام للراهبات الأنطونيات في القبيات. وجاء في بيان الوزارة أن الوالدة أدخلت إلى المستشفى وكانت حاملا في الشهر السادس ولم يكن الحمل سليما، وعند الولادة وضع الطفل في الحاضنة حيث توفي، وأعطي الأهل الأوراق لأخذها إلى هيئة الأمم لتسديد الفاتورة لأنهم من النازحين السوريين وقد تسلموا الجثة. وقد طلبت الوزارة التقارير اللازمة للاطلاع على الملف وفتحت تحقيقا في الأمر واستدعت إدارة المستشفى. فصول الحكاية تبعثرت، فالوزارة أعلنت أن الطفل ولد في شهره السادس، فيما التقرير الطبي حدد أن الولادة حصلت في الشهر السابع. الوزارة والمستشفى يؤكدان أن الرضيع غير قابل للحياة، فيما أشار التقرير إلى أنه بحاجة إلى العناية مدة شهر. كل ما تقدم قصة حقيقية وليست من نسج الخيال تتكرر دائما، وفي كل مرة العذر أقبح من الذنب. حليمة طبيعة، قناة الجديد.